بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة أنه واحدة من مميزات تقديم هذا البرنامج والجلوس على هذا الكرسي أنه مش بس تستضيف مسؤولين وتتحدث طول الوقت عن مشكلات وعن قضايا خدمية، لكن كمان أنك تلتقي ببشر يمكن يكون صعب نلتقي بهم في الحياة العادية. عن الإنسان أتحدث، عن القصص الإنسانية، عن الدروس اللي ممكن نستفيد منها كلها، عن نقاط الضوء اللي ممكن نستفيد منها ونبرزها أكتر لينا كلنا ونتحدث عنها بشكل إنساني يمسنا كلنا. عن كل هذا أتحدث عن اتنين من النماذج المشرفة، اتنين من نماذج الشباب اللي شاركوا في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ واللي انعقد الأسبوع الماضي. ضيوفنا النهاردة مشرفينا نتكلم معاهم على جزء من رحلتهم. صحيح هي يعني جزء بس هو اللي بين لنا دلوقتي، لكن ورا هذا الجزء، ورا هذا الحلم والطموح، رحلة. حتى وإن كانوا شباب لسه في بداية مشوارهم، لكن هم كمان كان عندهم رحلة. نتعرف على هذه الرحلة وعلى هذا الطموح والحلم مع حضراتكم ومعاهم. أرحب بضيوفي مهندس محمد كيلاني، مهندس آي تي في أحد البنوك، وهو أحد الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. برحب كمان بكلارا ميلاد، وهي صاحبة مبادرة شرطية مصرية، وهنعرف منها أكتر إيه الهدف من مبادرتها وليه مهتمة بهذا الموضوع ووصلت فيه لحد فين. الموضوع واضح أنه مش سهل، هنعرف منهم تفاصيل أكتر، لكن خلوني أبدأ يعني بيك يا محمد. محمد، أنت يعني أول عربي، أول مصري وعربي وأفريقي يمشي مسافة 100 كيلومتر من القاهرة لعين السخنة، وأول مصري بيجري بطرف صناعي وشارك في ماراثون لحد 10 كيلومتر. احكي لنا قبل يعني هنعرف منك من البداية لحد ما وصلت للنقطة دي إنك تحرز ألقاب، يبقى في ألقاب باسمك. الأول عرفنا على نفسك. أنا محمد الكيلاني، من مواليد محافظة المنوفية، عندي 26 سنة، شغال مهندس اي تي في احد البنوك، وبكمل دراسات عليا في الاكاديميه البحريه في مجال الانفورميشن سيستم، وبلعب رياضه. نبتدي القصه خالص من البدايه. الحادثه اللي حصلت لك وادت لي بتر الساق حصلت ازاي؟ الحادثه كانت حصلت لي يوم 1/12/2011، كنت في طريقي للكليه. انا كليتي في طنطا وانا من المنوفيه، وانا بركب القطر الصبح، فهو القطر كان زحمه شويه، فانا بركب فرجلي اتزحلقت، فالمفروض هقع بين القطر، ففضلت ماسك شويه في الحديده اللي جنب الباب متشعلق. لو القطر ماشي؟ القطر ماشي وهو كان زحمه جدا، فمفيش حد شد ايدي، ففضلت ان انا يجر فيها شويه لحد ما جت في حاجه اسمها التحويله. التحويله دي القطر بيبقى ماشي على قضيب، وبعد كده بيتنقل على القضيب اللي جنب منه. فهو بيتنقل على القضيب اللي جنب منه مع الخوف بتاعي وانا متشعلق، والقطر اهتز جامد، فايديا ثابت وقعت على وشي. طبعا قمت كده يا دوبك لسه هو عدى، وانا يا دوبك كده لسه على بطني، فبنفط كده، فلقيت ان هو دايس على رجلي بالكامل. ما كانش في اي تعب، وما حسيتش باي حاجه. بس اول حاجه بعد كده بداوا يتصلوا باهلي وكده، واتصلوا اول حد اتصل بيه كانت اختي، ففكرت ان الموضوع يعني انا كنت لسه طالع من البيت، ففكرت ان الموضوع يعني حد بيضحك وبيهزر، لانهم اتصلوا على تليفون البيت. فاول حاجه انا اتصلت بعد كده بوالدي وقلت له انا عملت عربيه خبطتني ورجلي بس اتكسرت، وانا ايه رايح المستشفى، ما بينتلوش في الموضوع كبير. فاول حاجه بعد كده ربنا قدرني اليها وان انا عملتها، اني كل الناس كانت واقفه حوالين مني، في ناس بتعيط وفي ناس بتصوت وفي ناس مش عارفه تعمل لي ايه، بواقع ان احنا في مجتمع ريفي وفي قريه ريفيه، كان الموضوع الساعة 7 الصبح بدري. فأول حاجة إن ربنا قدرني وطلبت منهم حبل أو خيط، وبعد كده ربطت رجلي من فوق الركبة كده عشان اللي كان فيه نزيف شغال كبير جدا، وما ربطت رجلي لحد ما وقفت نزيف. بعد كده عرفت إن في حد وقع بعد مني على طول مفيش بحوالي 500 متر، كان طالب معانا برضو في الجامعة، بس الوقعة بتاعته جت على دماغه فمات في ساعتها.
فوقتها بقى يعني حمدت ربنا ان انا لسه فيها النفس، وان انا عندي ان انا ممكن اعمل حاجات كتير ده كان في لسه. 2011. ده كان في 1/12/2011. عشت أول كام شهر بعد الحادثة دي إزاي؟ اللي حواليك عاشوها إزاي؟ والدك والدتك؟ انا عشت الست شهور كانوا يعني كانوا يعتبر يعني ما كانوش صعبين، وانا كنت الحمد لله كان ربنا نعم عليا بالصبر ورضا، ويمكن هو ده سبب اللي انا الحمد لله اللي انا وصلت فيه حاليا. تاني حاجه هو الصعب في الموضوع هو والدي واخواتي ووالدتي، فلان الموضوع كان صعب عليهم جدا لدرجه والدي كان دخل في اكتئاب حاد، يعني لدرجه مثلا كان بيمنع الناس بعض الناس ان هي تزورني، وكان منع الاكل والشرب في بعض الاوقات. ف يعني الحاله اللي هو وعندك اخوات تانيين وتبقى اخت انا واحدة؟ عندي لا انا عندي 6 اخوات بنات، وانا ولد وحيد على ست اخوات بنات. عشان كده فالموضوع كان بالنسبه له صعب شويه، صعب وخصوصا طبعا. ان احنا في مجتمع ريفي وبتاع، فهو كان شايفني انا كل حاجه ليه، فكان شايف ان حياتي انتهت عند الموضوع ده، وان انا اكمل حياتي على كرسي متحرك وهو اللي يبقى ملتزم بيا ان هو يوصلني ويوديني ويجيبني. فاكتئب جامد. فابتديت ان انا بقى اخرج من الحاله، انا اثبت له عكس ده، اقول له لا انا بتحرك، انا بروح، انا باجي. ممكن كان يكون الموضوع في الاول صعب عليا ان انا مركبت طرف صناعي، وبعد كده بدات ان انا اتحرك اروح القاهره، رجعت جامعه القاهره، وابتديت دخلت الحاجه اللي انا كنت عايز ادخلها اللي هو بكالوريوس نظم معلومات. وسكنت في القاهره في شقه جار، بخدم نفسي، بتحرك، بروح من المنوفيه للقاهره مواصلات، ما عنديش اي مشكله. ابتديت ان انا اثبت له لا انا انك بروح انت وباجي، متعامل وقادر ما فيش تعيش اي الحياة. مشكله. هنعرف منك كمان ازاي تجاوزت هذه النقطة لانك تصل للماراثون. بس خلينا نروح لكلارا. كلارا كمان اعرفينا على نفسك. انا اسمي كلارا ملاد، انا عندي 18 سنه، من محافظه اسكندريه، من مدرسه محمود سامي البارودي في تانية ثانوي. موضوع المبادره بتاعي ده، بس ما ادخل فيه او قبل ما اتكلم فيه، انا حابه ادي نبذه بسيطه جدا عن المراه على مدار العصور ودورها، وان ازاي اي مجال كانت بتدخل فيه كان بيكون ليها فعلا تاثير وليها. قبل المرأة خليني أسألك بس في البداية، يعني أنت في تانية ثانوي وعندك 18 سنة، ليه تهتميتي أصلا بفكرة شرطية مصرية؟ إيه كان سبب الدافع؟ كل بني آدم من هو صغير عنده حلم ونفسه ان هو يوصل له، ونفسه ان هو يكون في المكانة اللي من هو صغير حتى نفسه فيها. طول عمري شايفة نفسي ان انا هبقى حاجة كويسة لو دخلت الشرطة، خصوصا ان سبق ليا مساهمات مع الشرطة من وانا عندي 17 سنة. ازاي؟ كنت بساهم ان انا والدي اتعرض لحادثة سرقة، وانا ساهمت فيها مع الشرطة بشكل كبير، ومن ناحية تسليم المجرمين والكلام ده، بجد؟ فكان ليا دور كبير قوي معاهم. وسيادة اللواء شريف عبد الحميد كرم في مديرية أمن اسكندرية على الموضوع ده، ومن ساعتها يعني أنا من زمان نفسي عندك أدخل، الموهبة يعني، انت أنا من زمان نفسي أدخل شرطة، ضابط ولكن بالفطرة، لما معانا اتحطيت صورك أهو يا كلار. ولكن لما اتحطيت في الموقف بقى ذات نفسه، يعني شفت بقى نفسي، لا ده أنا ظني كان في محله، إن أنا موجودة في المكانة دي، أو أنا نفسي أبقى ضابط، لا أنا فعلا أستحق إن أنا أكون ضابط، بحيث إن أنا لقيت نفسي أكتف شوية في موضوع الشرطة. فمن هنا اتأكدت إن ده ميولي. ده اللي انت عاوزاه. اصطدمتي بقى بانك مش هينفع تبقي الضابط اللي انت متخيلاه. بالظبط، من بعد الثانويه العامه، من بعد الثانويه العامه فوجئتي. كنت لسه بقى ما اعرفش ان التقديم ازاي، طب انا ايه الفرص المتاحه ليا ان انا اقدم في الشرطه. فاصطدمت بالواقع اللي هو البنت عشان تدخل شرطه لازم تخلص ثانوي، بعد الثانوي بتدخل كليه، وبعد الكليه سي لو 5 سنين او يمكن اكتر بتشوف التخصصات، لو التخصص بتاعها مطلوب بتقدم، مش مطلوب تستنى السنه اللي بعدها، مش مطلوب تستنى السنه اللي بعدها، سنها عدى 28 سنه ما ينفعش تدخل كليه شرطه. فانا كنت شايفه ان ده عائق كبير، خصوصا ان كل سنه تخصصات الشرطه بتكون قليله في البنات، وكمان مقتصره في الشؤون الاداريه، وانا مش عاوزه ده. طيب، ومن وقتها فكرتي في انه ليه البنات ما يبقوش زي الولاد، بالظبط يخلصوا كده، ثانويه عامه ويلتحقوا بكليه الشرطه؟ بالظبط كده. ده الكور، الاساس بتاع المبادره، مظبوط عشان نتكلم عنها. ان البنت تلتحق بكليه الشرطه من بعد الثانويه العامه، وتفعيل وتطوير دور الشرطه النسائيه عامه في مصر، مش بس الاقتصار عليها في الشؤون الاداريه او العمل المكتبي، لا تكون موجوده زي كل الدول العربيه اللي كانت كمان موجوده في منتدى شباب العالم، او كل الدول الاجنبيه اللي موجوده عندها المرأة في المجال الشرطي، في المرور والتحريات والتحقيقات وقضايا الطفل وقضايا المرأة، وموجودة عندها في الجنايات ومكافحة الأموال العامة والجرائم الإلكترونية كله. يعني عايزة أقول لحضرتك إن التجربة دي مش في يوم وليلة اتعملت بالنسبة للدول العربية، أنا كمان هحدد بالأخص الدول العربية، هما كانوا زينا بالظبط، ولكن جربوا إن هما ياخدوا الريسك إن هما يخلوا البنت تدخل في المجالات دي من بعد الثانوية العامة، أثبتت كفاءة عالية قوي،
بعدها راحوا مدخلينها في القوات الخاصه، اثبتت برضو كفاءه عاليه قوي. بعدها راحوا مدخلينها في التجنيد حاليا المغرب من حوالي شهر او حاجه، فتحت باب التجنيد لبنات اجباري، فده كان انجاز كبير قوي. ولكن اي حاجه في الدنيا بتتطور، اي حاجه في الدنيا المفروض ان احنا بنسعى ان احنا نطور نفسنا، مش ان احنا نبقى ماشيين على روتين واحد ما بيتغيرش. طيب المبادره دي موجهه للداخليه؟ موجهه لوزاره الداخليه بالاخص طبعا سياده اللواء محمود توفيق معالي وزير الداخليه. آلياتها ايه؟ يعني انت قلت لي حتى كنا بندردش قبل الهوا، وقلت لي في دراسات ويعني ومعلومات ومش مجرد فكره انا نفسي ابقى شرطيه. لا مش مجرد فكره هوائيه بالزبط. طبعا احكي لنا اكتر عن تفاصيلها، عن آلياتها، هتنفذيها ازاي؟ اكيد وزاره الداخليه عندها تخوفات، يعني اكيد هي يعني واقفه الموضوع على البنات لانه في اسباب. ايه بقى الاسباب؟ بصي هقول لحضرتك على حاجه، انا قبل اي حاجه انا نزلت الشارع بمايك وكاميرا اول ما الفكره طقت في دماغي كده. طيب خلينا بقى على ارض الواقع شويه، انا عايزه انزل الشارع، عايزه اشوف الناس رايها ايه، الرجاله بالاخص رايهم ايه في حاجه زي كده. هل هيتقبلوا فكره ان البنت تكون موجوده في الشارع زيها، تعامل زي الضابط الشرطي بالظبط؟ بس معلومه، بس انا ما بتكلمش ان البنت تحارب ولا تمسك سلاح ولا ده كله، انا بتكلم ان البنت تكون موجوده في الشرطه داخل او في اطار الحمايه المدنيه. فنزلت الشارع واخدت مايك وكاميرا فعلا، وابتديت ان انا اتوجه للناس بالاسئله، رايك ايه لو البنت التحقت بالشرطه من بعد الثانويه العامه؟ فوجئت ان في رجاله كتير قوي قالوا لي احنا مش مشكلتنا اللي هينزل في الشارع ده الضابط ده ولد ولا بنت، احنا اهم حاجه عندنا الكفاءه، نسبه كفاءه الشخص ده ايه، هل هيقدر ان هو يتعامل مع مجرم، هل هيقدر يكافح جريمه. وده فعلا اللي لقيته في ماده رقم 9 في الدستور اللي بتنص على ان الفيصل بين المواطنين وبعضهم هو نسبه كفاءه الشخص ده، مش النوع او التمييز على اساس النوع او الدين او اي حاجه ثانيه. فابتديت ان انا كمان اعمل دراسات في القانون، فلقيت ان في مواد في الدستور بتكفل المساواه بين الرجل والمراه في جميع مجالات الحياه، سواء سياسيه اقتصاديه اجتماعيه. الكلام ده في ماده رقم 53 في باب المقاومات الاجتماعيه، وماده رقم 11 و14 في باب الحقوق والحريات والانسانيه. هرجع لك تاني عشان اتكلم اكتر على التحديات اللي ممكن بتكون تواجه مبادرتك، بس يعني محمد احكي لنا على بعد ما خدت قرار ان انت عارف تتعامل وتخدم نفسك بنفسك، وانت قلت رحت القاهرة تخطي العقبة دي ليك ولأسرتك، خاصة انه ما كانش سهل، يعني انت برضو في فكرة الشغل واضح انه ما كانش الالتحاق بوظيفة سهلة، احكي لنا شوية على النقطة دي. اول حاجه انا خلصت طبعا الحمد لله، خلصت الكليه واتخرجت بتقدير جيد جدا. ابتدى بعد كده بقى مرحله الشغل، فابتديت ان انا ابتدي اروح اقدم في اماكن، فترفض بسبب الاصابه، بسبب فكره الفكر المجتمع اللي هو موجه لذوي الاعاقه. ايه نوعيه الوظائف اللي قدمت فيها واترفضت؟ معظمها كان وظائف مكتبيه، انا مجالي اي تي، فهو كنت بشاب يعني اللي هو مكتبيه عادي، فاللي هو شغل كله من على الكمبيوتر. يعني اقصد انت تقدمت في وظيفه تخص تخصصك؟ ايوه ايوه ايوه. ما اضطريتش ان انت تروح لتخصص تاني عشان مش لاقي وظيفه؟ لا لا، ما هو انا اضطريت ان انا اروح له بعد ما اترفضت بقى، وفي اماكن عرضت عليا ان انا اتعين بنسبه 5%. نسبه 5% اكيد طبعا معظم الناس عارفين اللي هي في القانون العام المصري، اي مؤسسه او اي بتخصص شركه بتخصص 5% ذوي الاعاقه بالنسبه للقانون. فالمهم ان انا بيعرضوا عليا ان انا اتعين قانوني، بس ابقى اكون قاعد في البيت، اخد مرتب وانا قاعد في البيت وما تشتغلش وما اشتغلش، ولا تشتغل من البيت؟ لا لا ما اشتغلش خالص. لا لا اخد يعني مرتب. لتطبيق القانون لكن ما تشتغلش. يبقى هم كده موافق الجزء القانوني بالنسبه لهم، وتاخد فلوس عادي بس ما تشتغلش، واخد فلوس عادي خالص وقاعد في البيت وما اشتغلش. دي جريمه كمان، يعني كمان في جرائم. ده خاص قطاع اللي اقترح عليك الاقتراحات المبنيه دي. شركات خاصه. ابتديت ان انا ارفض، ابتديت ان انا ابص لخمس سنين بعد كده، بعد خمس سنين قدام ايه الوضع اللي انا كنت فيه، ايه الخبره اللي انا اكتسبتها. فابتديت اشتغل حاجات مش مجالي، رحت اشتغلت كول سنتر شويه، رحت اشتغلت داتا انتري في مكتب محاسبه، جات لي فرصه اشتغلت في مطعم. فيعني هنا بدات يعني تبعد شويه عن تخصصك. حتى المكان، حتى المرتب او الحاجه، المبلغ اللي انا باخده مش مكفي طول الشهر، بس هو كان افضل من القعده في البيت، وان انت الاكتئاب يحوطك، او ان انت تتعرض لافكار سلبيه وده كله، او ان انت حتى تعرف يعني ايه حياه عمليه، يعني ايه التعامل بين الناس. المجتمع كان بيعاملك ازاي؟ بيبص لك ازاي؟ بيسمع تعليقات تضايقك؟ لا لا، بص انا من البدايه انا مجتمع ريفي، فمن بدايه اول ما ركبت طرف الصناعه وابتديت اتحرك في البلد، كنت حاسس ان انا ماشي زي في عرض ازياء، في ناس كتير بتبص عليا، في ناس كتير شايفه ازاي ان انا رجعت واتحرك على رجلي عادي وكفى. فانا كنت يعني متوقع ده كله. ابتديت اكتسب الثقه في نفسي من ساعه ما ابتديت ان انا اجري وامارس رياضه، وابتديت الاقي ناس بتحفزني، فاكتسبت الثقه في نفسي. بعد كده ابتديت البس شورت
اتحرك بشورت عادي واوري الناس، لا انا لدرجه مثلا يعني اما كنت لابس شورت في يعني في المنتدى الشباب ما كنتش عندي فكره ان انا البس شورت على بدله، فيعني كنت عادي بلبس البدله كامله. ففي واحد صاحبي قال لي لا لازم تلبس شورت على بدله، ف عشان الرساله توصل يعني. فعشان وفعلا فعلا الرساله في ناس كتير اغربهم كان وزير الشباب والرياضه جه يسلم عليا وبيقول لي انت لابس بدله شيك وبتاع، وناس كتير جدا بقوا مبسوطين بان انا بتحرك وبروح وباجي. فكره الطرف الصناعي وانت بتقول في مجتمع ريفي ممكن ما يبقاش ده يعني السهل او ده العادي، يعني اي حد هيتعرض لموقفك خلاص يا اما كرسي متحرك يا عكاز يا اما هتمشي بالموضوع كده. التعامل معاه كان ازاي؟ يعني وصلت يعني قدرت توصل بسهوله لطرف صناعي مناسب وتحصل عليه؟ عايز اقول لك لا انا والدي ما كانش عنده فكره طرف صناعي. انا عايز اقول لك يوم ما كنت رايح اعمل بروفا على الطرف الصناعي انا كنت مفكره ان هو خلاص كده مكان رجلي وانا هكمل حياتي كلها ان انا لابسه خلاص كده ما ينفعش. لا اكتشفت ان هو لا بيعمل زي الجزمه بيتلبس وقت ما بتبقى خارج وانت قالع يعني وانت في البيت بتقلعه وكده. فانا اتفاجئت انا ما كانش عندي فكره، ولكن انا كان عندي اعتقاد في دماغي ان لو كانوا حطوا خشبه مكان رجلي فانا هتحرك وامشي. ما كنتش شايف موضوع الرجل الواحده دي عقبه خالص نهائي عندي. لا ما كنتش شايف الموضوع ده من جوانا، العزيمه دي بتيجي من جوه. ايوه هو بقى هو نفس الحاله لما بروح اقابل اي حد وبتاع الموضوع من جواك انت. انت الطرف الصناعي ده مش هو اللي هيحركك، انت اللي هتحركه. ما تحاولش، اصل في حد بيقول لي اصل انا بخاف اخد خطوه اصل ممكن اقع كده اصل لا صعب ان انا اسيب العكازين. فهو الموضوع بس خوف من جوه، انت الطرف الصناعي ده ما هو الا انت اللي بتحركه مش هو اللي بيحركك. عجبتني الجمله دي. فانت يعني هي حاجه بس كده بتقدر الاساس غرق. عقلنا وارادتنا. ايوه يعني انا لو انا فعلا زي ما قلت كده انا لو حياتي لو حطوا خشبه مكان رجلي فانا كنت هستحمل التعب وكنت انا في الفتره في الاول ان انا يعني تعبت جدا واستحملت كتير جدا ورجلي اتعورت وبتاع، ولكن الحمد لله التعب اللي فات ده كله هو يمكن ربنا عوضني بيه اللي انا وصلت له حاليا، واللي انا الحمد لله قدرت اعمله في الماراثونات واللي انا وصلت له حتى في الشغل. التعب في الشغل كمان هو وصلني ان انا اشتغل الحمد لله دلوقتي في بنك مالتي ناشونال. هنتكلم بقى اكتر على الماراثون والجزء الرياضي، وانا عارفه انه الرئيس كمان يمكن دردش معاك في كلمتين. كلارا، مبادره شرطيه مصريه قلت لي انك يعني عرضتيها على المسؤولين، قالوا لك ايه؟ انا اول حاجه توجهت لها من ناحيه الجهات الرسميه وزاره الشباب والرياضه معالي الدكتور الاب الروحي لينا كلنا الدكتور اشرف صبحي اللي كان لسه بيتكلم عليه. فانا فعلا رحت له، انا الاول كلمته عادي معالي الدكتور اشرف صبحي، انا سياده الوزير انا معايا 1 2 3 4 معايا مبادره بتطور الشرطه حاجات كده. فوجئت ان هو اعجب بيها جدا وطلب يقابلني، ورحت له الوزاره وعمل لي اجتماع وكان الأول حاضر. الاول بعتيها ازاي يعني؟ تواصلت معاه على عن طريق النت ورحب بيا جدا ودعمني جدا وجابني في الوزاره وعمل اجتماع وجاب مستشارين قانونيين بما اني بتكلم في قانون، وفعلا المستشارين القانونيين ادوا الكلام اللي كنت بتكلم فيه واستلم مني طلب مني ملف المبادره، وبالفعل سلمته لمعالي الدكتور اشرف صبحي ووعدني ان هو هيكون مع رئيس الوزراء. تاني حاجه عملتها ان انا رحت وزاره الداخليه قدمت طلب بمقابله معالي اللي هو محمود توفيق وزير الداخليه. الطلب اتقبل وتوافق الحمد لله. تالت خطوه عملتها ان في المنتدى بقى، لا قدمت طلب ان انا اقابله والطلب اتوافق عليه. انا حاليا في انتظار ان انا اقابل معالي ده ومحمود توفيق. قدمتي طلب على النت؟ لا في وزاره الداخليه. انا رحت وزاره الداخليه في العلاقات العامه. لحد دلوقتي ما قابلتيهوش؟ لا. فلحد دلوقتي ما عندكيش رد من الداخليه؟ ما عنديش رد من الداخليه. طب جالك رد من مين؟ هو الفكرة ان انا بعرض المبادرة على الجهات الرسمية المختصة او اللي بايديها موضوع زي ده، بس بفاجئ فعلا ان الموضوع بينال اعجابهم خصوصا ان هو مش فكرة هوائية. مين؟ احنا اتكلمنا على وزارة الشباب والرياضة. وزارة الشباب والرياضة. في المنتدى قابلتي مين؟ في المنتدى صادف ان انا كان في جلسة بتتكلم عن القيادات الشبابية الفيوتشر ليدرز، وان انا كنت قاعدة في الصف الاول جنب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فببص لقيت ان قاعد جنبي الفريق محمد زكي وزير الدفاع. فابتديت ان انا اتكلم مع ليه وكده واخد رايه في المبادره، ايه راي سيادتك في مبادره كذا كذا. فوجئت ان يعني ليه سيادته فوجئتي؟ ليه كل شويه فوجئتي؟ عشان فاكره ان هيستصعبوا حاجه زي دي مع اني بتكلم في حمام مدنيه، يعني لان في ناس هذكرها دلوقتي لحضرتك في الشارع كانت برضو شايفه ان لا انتوا ما تعملوا حاجه مش هتعملوا حاجه.
فلقيت فعلا معالي الوزير اعجب بالمبادره جدا، ونادى على مساعد الوزير عميد يوسف وطلب منه ان هو يستلم مني ملف المبادره، وادي الملف هيوصل للسيد رئيس الجمهوريه، ودعمني جدا الصراحه الفريق محمد زكي. دي كانت الجهات الرسميه اللي انا اتوجهت ليها بجانب النواب او حزب مستقبل الوطن والكلام ده كله. لجأت للمجلس القومي للمراه؟ المجلس القومي للمراه، عرضت على الفكره على الدكتوره مايا مرسي في المنتدى، وعجبتها برضو جدا ورحبت بيها جدا وادتني الدعم برضو. يعني عايزه اقول لحضرتك على حاجه، نقطه لكن ما حدش خد المبادره قال هننفذها، يعني هنتبناها وندرسها. هي حاليا تحت الدراسه ومعالي من قبل مين؟ الدفاع، من قبل وزاره الدفاع بالظبط كده، رغم انها معنيه بالشرطه بالداخليه. هي معنيه بالداخليه، بس انا رحت وقدمت طلب وفي انتظار، لكن لقيت ان معالي وزير الدفاع اهتم بيا جدا الحقيقه. بس في حاجه عايزه اكدها لحضرتك واقول لك عليها، ان عشان ما ابقاش كله ايجابي، لا تعرضت لحاجات سلبيه كتير. ما فيش حاجه بتبقى زي زي ان في ناس لا انتوا مش هتعملوا حاجه، ولا انتوا اضعف بكتير من ان انتوا تنزلوا الشارع. انتوا اضعف بكتير من انكم تنزلوا الشارع ويكون ليكوا دور مع مجرم، مع اي حاجه. فاللي هو اللي الناس كتير ما تعرفوش، ان احنا عندنا سيدات على مدار العصور وعلى مدار التاريخ كان ليهم تاثير قوي جدا، سواء باختراعات او في مناضلات او في حاجات كتير قوي. يعني احنا عندنا سيده مشهوره قوي اسمها ستيفاني كوليك، دي السيده الشهيره ان هي اخترعت الستر الواقيه من الرصاص، اللي حاليا ضباط الشرطه وضباط الجيش بيلبسوها عشان يحموا نفسهم ويحموا ارواحهم من اي رصاص او في الحرب او في اي حاجه. اللي اخترعت الستره الرصاصيه دي اخترعتها السيده اسمها ستيفاني كوليك. غير ان وسائل الاتصالات دلوقتي بيننا، الوسائل اللاسلكيه والواي فاي والجي بي اس والبلوتوث والانترنت، الحاجات دي كلها الخاصه بالوسائل اللاسلكيه اللي اخترعتها واحده ست اسمها هايدي لامار، وبنستخدمها لا حتى الوقت النسائي الحقيقه مستمره طول الوقت. طبعا المناضلات يعني مش عايزين يبقى عندنا طول الوقت انه بنبرر هي الست والله كويسه وعملت حاجات كويسه. لا هو مش تبرير، هو توضيح للناس اللي مش عندهاش علم الموضوع زي ده بالظبط كده. محمد، انطلقت للرياضه واكتر من ماراثون، وكلهم الحقيقه كل ماراثون بيبقى احسن من اللي قبله. يعني تحولك للرياضه او توجهك اصلا للرياضه جه ازاي؟ والله اجيب بصي، انا من الحاجات اللي اتغيرت فيها بعد الحادثه اني النشاط والحيويه، صحيان بدري. فانا في يوم كنت ده اتغير، يعني ما بقاش موجود بعد الحادثه؟ لا، ولا بقى موجود؟ بقى موجود بعد الحادثه. يعني بعد الحادثه بقى في نشاط وفي حيويه؟ يعني الواحد يتوقع العكس. لا 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 لا، انا حياتي بعد الحادثه جسدية. لا انا حياتي بعد الحادثه اتغيرت 180 درجه من كل النواحي، الاجتماعيه، ثقافيه، رياضيه، كل حاجه تتخيل، كل للافضل 180 درجه. فانا عايز اقول لحضرتك اني كنت اتابع صفحه كايرو رانرز على فيسبوك، فالصفحه ديت بينزلوا يجروا كل يوم جمعه في مكان، فانا بتابعها. بس عمري ما توقعت في حياتي ان حد زي برجل واحده ينزل يجري في حاجه زي دي. فانا نزلت معاهم في يوم، كانوا هم نازلين في مكان قريب مني، نزلت معاهم ان انا اشجعهم، اقف اتفرج اشوف الناس بتجري الصبح بدري كده، يديك طاقه ايجابيه. فابتديت بيصحوا بدري قوي يا محمد. الساعه 6 الصبح حاولت الحقيقه وفشلت كل ما بيصحوا بدري. ففعلا فنزلت في المكان، ركبت مواصلات ونزلت في اليوم ده في المكان. فقلت لهم انا ظروفي كذا كذا وانا بس اشجع معاكم. فقالوا لي لا، في ناس بتمشي مش كل الناس بتجري. وانا كان عندي حركتي في المشي كويسه. الكلام ده كان في شهر يناير 2017. فالمهم فابتديت ان انا امشي معاهم خطوه بخطوه لحد ما جه زي منزل كده. عايز اقول لك انا في المنزل ده لقيت رجلي بتمد جدا، فلقيت باخد خطوتين على رجلي السليمه وخطوه على الطرف الصناعي زي نظام جامبنج كده. فعايز مش عايز يعني لو مهما وصفت لك الاحساس اللي انا كنت فيه، انا اكتشفت انك ممكن تعمل الخطوه السريعه دي. اللي انا حاسس ان انا في معجزه. لا فانطلقت مش حاسس باي تعب. فضلت اجري 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 اجري، وكل اللي حواليا بيقول لي يا كابتن في ايه بتاع، فاقول لهم لا شد عضل. انا كنت لابس بنطلون، ما كانش حد شايف اصلا الطرف الصناعي. لحد ما خلصت في اليوم ده 4 كيلو ونص في حوالي 45 دقيقه. خلصت الجري كلها وما كنتش حاسس باي تعب. فبعد كده هم المنظمين شافوني فكانوا معجبين جدا بيا، سمعوا القصه بتاعتي وبداوا ينشروها على صفحتهم على فيسبوك. عزموني بعد كده على ماراثون الجونه اللي هو كان بعدها باسبوعين، 7 كيلومتر. قلت لهم لا مستحيل 7 كيلومتر ازاي. وفعلا سافرت معاهم وقررت ان انا اجري 7 كيلومتر. كان في تحديات كتير في وصعوبات في ال 7 كيلو، ان انا جيت مثلا عند الكيلو الخمسه خلاص جبت اخري وفنشت ومش قادر. فجالي واحد عارف
ان انا بجري بطرف صناعي من ورا كده ضخم شويه، فضل يزعق فيا جامد وهتوصل وشجع فيا، فبقدرتش اقول له لا انا مش هكمل من كتر، فكملت. فكملت ووصلت خلصت 7 كيلومتر، فعملتهم في حوالي في 69 دقيقه. وقتها فاجئت فيه زي شباك كده بتقيس انت خدت خلصتهم في كام دقيقه وخدت المركز الكام كده، فلقيت نفسي واخد مركز 188 من 240، وانا الوحيد اللي بجري بطرف صناعي من ضمن ال 240 واحد. بعدها بقى قلت لا ده ربنا بعت لي حاجه زي دي عشان اكون سبب تحفيز ناس كتير حواليا، وانا لازم أن اشتغل على الحته دي. فابتديت ان انا كل يوم جمعه انزل معاهم، نازلين بقى في اكتوبر في تجمع في ايا اي كان حته، نازلين فين انت انا معاك. نازلين في اصحى الصبح الساعه 5 الفجر اركب مواصلات واروح المكان اللي بجري فيه، بقيت الاقي ده المكان اللي بلاقي فيه نفسي، اللي انا بكتسب فيه الطاقه الايجابيه وبكتسب للي حواليا. فابتديت بعد كده دخلت في ماراثون القاهره، ده كان اول مره يعملوا جري بارالمبيك. اعتقد ان انا كنت بحضر ان انا اكسر 7 كيلو واعمل 10 كيلو في ماراثون عادي وخالص مع الناس الاصحاء، فحصلت لي اصابه قبلها باسبوعين، فالدكتور قال لي ما تجريش، فقررت ان انا لا انا هجري ال 3 كيلو اللي هم بتوع الجري البارالمبيك رغم الاصابه. فجريت الجري البارالمبيك مع اصحاب الاعاقات كلهم والحمد لله خدت مركز اول، دي كانت في القاهرة. كان في كايرو فيستيفال في القاهره، وكان اول مره في اليوم ده قررت في سمعت برضو كلام حد من صحابي ان انا لا لازم البس شورت وبتاع، انا ما كنتش بحب البس شورت، ما بحبش الفت انتباه حد، ما بحبش عشان بقى اكسب في نظرات تعاطف او شفقة. وانا بحب بعمل حاجه فبحب اعملها وخلاص واخلص الحاجه اللي انا بعملها ومبسوط. ففعلا لبست شورت وكملت لحد ما وصلت خدت مركز اول. اكتشفت فعلا ان في اليوم ده لا ان انا لازم البس شورت، من الناس اللي حواليا اتحفزت ووصلت لحد الاخر. لحد بعد كده عملت بقى موضوع العين السخنه ال 100 كيلو. خلينا نقف عند العين السخنه لان ده بقى الانجاز الكبير، نرجع له تاني. بس معانا على التليفون اسلام ابو علي بطل السباحه العالمي واحد المكرمين ايضا من الرئيس السيسي في منتدى الشباب. مساء الخير يا اسلام. يا نور اهلا بحضرتك. اولا الف مبروك على التكريم، وخلينا نعرف منك كده سريعا يعني التكريم جه ازاي وانت شعرت بايه؟ الله يبارك فيك، ميرسي جدا. والله ما فيش، انا يعني يمكن من حوالي شهر رئاسه الجمهوريه كلفتني بتعزمني على المؤتمر، وقالوا لي احنا عايزينك في مؤتمر الشباب تمثل الناس اللي عندهم تحديات او اصحاب الهمم زي ما بيقولوا الرياضيين. فقلت لهم طبعا فرصه اتشرف ان انا اكون موجود في حدث عالمي بيضم شباب من جميع انحاء العالم. احنا بنشوف المقاطع هي اسلام وانت بتتكلم وحديثك وتكريم الرئيس السيسي، يعني نزل الرئيس علشان يكرمك يا اسلام، الف مبروك، اتفضل كمل. الله يبارك في حضرتك. فبس يعني احنا عاوزينك السبيكر او متحدث يعني في المنتدى، فاتشرفت ان انا اكون موجود في المنتدى. يمكن ثالث يوم قبل الحفل الختامي قالوا لي نظرا لانجازاتك وكده احنا انت من الناس اللي هتتكرم ان شاء الله وهتقابل سيادة الرئيس. طيب ممتاز. اسلام، السباحه وايضا الدخول في المجال الرياضي رغم الاعاقه، طموحك فيها ايه السباحه؟ نفسك توصل فيها لحد فين؟ انا بحلم بالاولمبياد طبعا، طوكيو 2020 ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. طيب يعني دلوقتي في تاهيل يعني في تدريب يعني بتستعد بقى دي فتره استعداد للاولمبياد؟ حقيقي احنا عندنا اول محطه ان شاء الله بطوله العالم في ماليزيا 2007 شهر 7، وبعد كده اغسطس 2020 طوكيو الاولمبياد باذن الله. اما في مجال الرياضه عامه انا بحب الرياضه جدا، ف بلعب رياضات تانية غير جنب السباحة زي الترياتلون أو الثلاثي. إن شاء الله عندي بطولة في الشهر الجاي، أنا أول مصري يلعب أيرون مان وهو على ويل شير، فإن شاء الله متحمس جدا للبطولة دي. رائع. وبرضه بلعب كروسفيت، برضه عندنا بطولة يمكن آخر الشهر إن شاء الله. ربنا يكرم كده إن شاء الله أعمل إن شاء الله كل التوفيق يا إسلام في كل البطولات اللي عايز تدخلها. سلام. عايز تقول حاجه؟ ازيك يا اسلام؟ معانا محمد كيلاني عايز يسلم عليك. اهلا وسهلا، ازيك عامل ايه؟ الف مبروك يا سلم. الله يبارك فيك.
ميرسي يا حبيبي، شكرا. بالتوفيق يا رب دايما كده. احنا فخورين بيكم انتوا الاثنين، الف الف مبروك يا اسلام، بالتوفيق ان شاء الله في كل البطولات اللي تدخلها، وباذن الله باذن الله يعني نلتقي على خير في طوكيو 2020 وتكون يعني احد الفائزين فيها يا اسلام. شكرا جزيلا. كلارا، خليني اسالك على بعد ما عملتي الدراسه الموضوع ويعني تعمقتي فيه اكتر، شايفه انه ليه ما بيتمش لحد دلوقتي يعني ادخال العنصر النسائي في الشرطه المصريه؟ في تحديات مثلا في عندنا محتاجين نواجهها الاول؟ يعني ايه العقبات؟ في ثقافه شعب، بس هي ثقافه شعب مش متقبله او ما عندهاش استعداد ان هي تتغير، وده مش صح. لان زي ما قلت لحضرتك كل الدول اللي انا تم ذكرتها سواء الامارات، الاردن، عمان، دبي، الدول دي كلها ما كانتش عندها الكلام ده، بس جربت ان هي تاخد الريسك ده وتعمل كده وفعلا حققت نجاح كبير. فالفكره ان بعيدا عن كمان ثقافه الشعب، احنا المفروض كدوله الشرطه يعني ربنا يحفظهم بجد، وشكرا ليهم على المجهودات الكبيره اللي بيتم بذلها من الشرطه. احنا كبنات حابين ان احنا كمان نخدم الوطن، عايزين نخدم وطننا. فكمان انا بطالب بحاجه بسيطه جدا، انا ما بطالبش البنت تطلع على الحدود ولا تمسك سلاح ولا القصه دي كلها، مش قصتي. انا عاوزه دور الشرطه النسائيه يفعل في مصر في اطار الحمايه المدنيه. هي ممكن على فكره تقف على الحدود وتمسك سلاح برضه. بس اقول لحضرتك على حاجه، لما الاول يتم تاهيل البنت داخليا جوه الدوله، ازاي تكافح جريمه، ازاي تتعامل مع مجرم، ازاي تكون موجوده مش بس في العمل المكتبي زي ما موجودين دلوقتي، لا لما الاول يتم تاهيلها وتدريبها داخليا، لان معلش الكليه بقى عمرنا ما هنساوي تدريب 6 شهور متخصصين بالتدريب 4 سنين من بعد الثانويه العامه. عشان كده انت بتطالبي بانه من بعد الثانويه العامه بالظبط كده هتكون يعني كفاءه اكتر، وهيكون ليها دور قوي جدا في الشرطه ان شاء الله في المجال النسائي. محمد، يعني وانا وقتي قرب ينتهي، عايز اسالك على ماراثون العين السخنه، القاهره العين السخنه. انا يعني قبل الماراثون كنت عرفت ان في مركز تدريبي جيم عامل دعوه ان اي حد عنده اعاقه ان هو يروح يتمرن في المكان ده فيه. فما رحت المكان، فبعد كده الكابتن اللي هناك عرض عليا ان هنعمل حاجه انا واربعه من اعاقات مختلفه، وانا في الكاتيجوري اللي هو بالطرف الصناعي، وهنمشي من القاهره للعين السخنه عشان هيبقى ماراثون من اجل هدف ان احنا نعرف الناس كلها ان مفيش حاجه اسمها اعاقه وان انت ممكن تقدر تعمل اي حاجه. فابتديت ان انا اجهز الموضوع، كنت ابتديت اتراجع شويه، في ناس كتير خوفوني، فقلت لا انا هاخد التجربه سواء فشلت. خوف من ايه؟ انه يعني يجي لك اصابه؟ الموضوع كبير ان انت تفضل ماشي 3 ايام على الطريق، كل يوم 35 كيلو، لابس طرف صناعي 3 ايام. دول مش 3 كيلو بقى ولا 7، دول يعني 100. ف 100 كيلو، فالموضوع كان صعب كتير جدا، وناس كتير كانوا خايفين عليا واهلي وكلهم. فلا قلت لا انا هاخد التجربه سواء فشلت او نجحت، فانا هاخد التجربه. فعلا خدت التجربه، الموضوع بدا يتنشر في اول يوم والتاني. وفي ناس اتدربت الاول، بيبقى في تدريب حاجه لا لا، كان في تدريب شديد جدا في الجيم يوميا. وبعدين بداتوا المعركه. وبعدين بقى بدانا، فابتديت ان انا خلصنا اول يوم 35 كيلو، كان الموضوع كويس، الموضوع بدا يتنشر على السوشيال ميديا، في ناس كانت بتيجي تشجعنا وتحفزنا، في ناس بتيجي بالعربيات حتى لو اللي ماشيين على الطريق يقفوا. لحد ما اعتقد في اخر 10 كيلو كانت رجلي اتعورت خالص وجالي اصابه كبيره، فوقتها قلت خلاص بقى. اللي حواليا كلهم قالوا مش هينفع ان انت تكمل، كان ماشي معانا عربيه اسعاف، قالوا خلاص مش هينفع ان انت تكمل. فقلت لهم، فبدات اتضايق وازعل، فقلت لا انا لازم. ما بتخافش يعني وانت بتعمل حاجه زي دي؟ يعني عايزه اقول لك ايه محمد، يعني اوريدي عندك طرف مش موجود، فاي اصابه ممكن تحصل، ممكن يكون خوفك اضعاف خوف يعني ناس تانية عندها الطرفين. أيوة. ما بتبقاش قلقان خايف يعني؟ لا، بحس ببقى شايف بس الهدف اللي قدامي اللي انا هعمله ايه. يعني بقى في كتير اوقات كتير جدا يعني باجي على نفسي وبتحمل كتير جدا وبتحمل تعب كتير جدا، بس ببقى حاسس اخر التعب ده كله. بص، اصل مفيش حاجه سهله. الهدف بتبص على الهدف. اصل مفيش حاجه سهله في طريق، كل حاجه واحد صعوبات وتحديات. ما هو انا بقى بعد كده اما خطيت وضغطت على نفسي ال 10 كيلو الاخرانيين وكانت رجلي متعوره جامد، وان انا وصلت وكملت لحد الاخر، اظن فرحتي كانت اكتر من ان انا. فاي واحد في طريقه بيبقى فيه صعوبات وتحديات، فلازم تتغلب عليها. مفيش حاجة سهلة كده، يعني هي صحيح. الدنيا كلها والحياة كلها سهل وصعب، كلها حاجات صعبة وعقبات. انا وعدتك انه اخر 30 ثانية هيبقوا عندك يا كلار. انا ما تعودتش انسى فضل حد عليا خالص، سواء ان انا اوصل لاي حاجة كويسة وصلت لها او اي شيء. انا بس في ناس لازم اشكرها قدام كل الناس، جمهور هنا العاصمة، استاذة شفيعة حمدي مديرة مدرستي، اللي بصراحة مدرستك دي بيتك التاني، هي المسؤولة عن تحقيق حلمك وهي المسؤولة عن تحفيزك، الاستاذة شفيعة حمدي،
دلوقتي. شكرا لحضرتك جدا سياده اللواء شريف عبد الحميد، المقدم عبد الحميد سكران، المقدم حسام زعتر، النقيب احمد طارق، النقيب شريف رجب، شكرا ليكم، انتوا نماذج مشرفه للشرطه. شكرا لان انتوا حببتوني في المهنه دي لما حقيقي اتعاملت معاكم. انا بشكرك، و30 ثانيه تانيين لمحمد سريعا. انا عايز اشكر طبعا والدي ووالدتي واخواتي اللي دايما واقفين في ظهري ودايما بيدعموني، الكابتن بتاعي في الجيم اللي دايما بيقف في ظهري، اصحابي في الشغل، مديرتي في الشغل الاستاذه شهيره، اعتقد ان هي يعني بتوفر لي يعني ما فيش مره بقول لها على حاجه. انا طبعا يعني في بدايه الشغل بس ببقى بطالب اجازات، ما تتاخرش عني في حاجه. فلا بشكر كل الناس اللي بتقف في ظهري. هنا المدير المتعاون بقى مش المدير اللي ماشيها يعني. ايوه لا هي متعاونه جدا يعني معايا. يعني انا دايما بشكر ضيوفي الحقيقه اللي بيشرفوني، بس خليني اشكركم شكر خاص لانكم اديتوني بوزيتيف انرجي وامل. ومحمد اعتقد انك نموذج لناس كتير بتعقهم يعني اشياء نفسيه داخليه. هو مفيش حاجه اسمها عقوق، هو الاراده بتصنع المستحيل، ده الهدف اللي انا حاطه. والطموح مالوش سقف، والانسان بيتوقف ان هو يكون عنده طموح غير لما يموت. بشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. بعد الفاصل نعود ونلتقي للحديث عن السيول اللي ضربت مجموعة من المحافظات، كيف تم التعامل معها.